بقول يا جماعه، احنا لو ادينا كل مواطن كيلو سكر وعلبه سمنه واتنين كيلو هريسه، بتهالي كده بقى احنا عملنا معاهم واجب ومحدش يقدر يتكلم. لا انا عندي حل احلى من ده. اتفضل. احنا نقطع رقبه كل المواطنين، وبالتالي المملكه تفضى علينا وما يبقاش في اي حاجه تاني مشكله خالص. انا عندي حل تاني خالص. اتفضل. هندي كل مواطن 50 يلي، الشعب يبقى فرحان وزقط. زقطت ايه؟ زقطت ايه؟ يا جعان، هو انت عندك يلي واحد في الخزنه عشان تتكلم؟ بص يا مولاتي، الخبره بقى تتكلم، هنا الخبره تتكلم بدل الهرس اللي احنا فيه ده. احنا طالما الدنيا ولعه حوالينا كده، احنا نجيب مذيع واد حلو كده، امور دمه خفيف، مقنع، يقنع الناس ان احنا عاملين كل اللي علينا، بنشتغل زي ما انتم شايفين، مش مقصرين في احد، وكده الشعب كله يفرح ويتشهي. أنا شايفة إن دي فكرة حلوة، إحنا لازم نعملها في أسرع وقت. برد عرفانة؟ إيه، عامل حسابي. يا جماعة أعمل إيه دلوقتي؟ أروح فين وأجي منين؟ البرنامج هيروح مني، أنا كده بتنيل إيه أنت كمان؟ بغسل سناني، يا عم اغرق أنت لوحدك، أنا بعرف أعوم. يعني إيه هسيبوني أنا اللي ألبس لوحدي؟ البس أحسن ما تقلع. حتى انت يا مسرور كلكم سبتوني وكلكم بعتوني. والله يا ابني انت صعبان عليا، والله مش عارفين نعمل لك اي حاجه. طب نعمل لك ايه بس يا جدعان؟ لو ما لحقتوش تجيبوا المذيع، الملكه مكلفاني اقتلكوا كلكوا، وده في حد ذاته مصلحه ليا، هسند السيف واقتلكوا وابقى خلصت منكم. لا انا ماليش دعوه، انا هزيع في معادي، يعني هزيع في معادي. لقيت الحل. ايه؟ ما تكتبش الالم ليه ده يا مسرور الزفت؟ هات السيف بتاعك تعالى رشت في ظهري. وانت مأمون يا حيوان، تعالى تقطعلي صوابعي اعمل لي مساج. يا مملكه ما فيكيش راجل غيري يا مملكه ما جابتش راجل اصلا. بتعمل ايه يا قلب امك؟ ابنك يما بيعمل برنامج تلفزيوني. يا خلصتي يا اختي، غندورتي كبرت وبقت بتشتغل. سيبيني يما، ما تقعديش تدلعيني يما، الموضوع ده لازم عايز تركيز يما، انا مش بغسل مواعين. والبتاع ده ما بيكتبش ليه يما؟ وريني كده اهو يما، وريني الريشه. اتفضلي يما. دي ميه بتكتب بميه يا ابن العبيطه. يا ابن العبيطه، ما انا وارث العبط كله منك يما. ماشي يا كلب البحر، ماشي. الهي وانت جاهي، لا تكسب ولا تربح. بقول لك انا عايز اسال السؤال يما. اسال. هو حد من عيلتنا يقرب للفنان عمرو الزمان؟ المطرب المشهور؟ هيا اللهم اللي بيغني انا عايش ومش عايش. ايوه فكرتني بالذي مضى، ما بلاش نتكلم في الماضي. وليه ما نتكلمش في الماضي؟ الماضي ده كان كله جراح. امشي اطلعي بره يما. ايه؟ اطلعي بره يما عشان اشتغل. انت بتطردني؟ ده انا اطرد 10 زيك بره يما. اخسى عليك، ده نمك. انا اسف يما، ممكن بعد اذن معاليكي لو سمحت، لو تكرمتي ممكن تطلعي بره؟ برضه بتطردني برضه؟ لا ماشي. ها رزق الهبل على المجانين. لا يمكن تكون دي امي ابدا، لا يمكن تكون ام. يا باي عليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. قول البث التجريبي في برنامج حق يابا مش هسيبه، ده سابني يابا وانا كنت حبيبي. قول فقراتنا النهارده معانا كابتن حسين اللول، ومعانا مطربة اسكندرية وردة علينا جدعان يا مسكندرانية، من ابو قير للسيالة والمنشية، طبير الفتح لابو العباس، يا اسكندرية يا اجدع ناس، يا اجدع ناس. الفتحة التانية سيدي ياقوت، اللي يعدينا يطق يموت، يطق يموت. في الفتحة التالت لابو الدردار، اللي يعدينا يولع نار، يولع نار. اقول لكم ايه، حيينا اسكندرية ومحناش بورسعيد، بورسعيد اللي انا منها يعني القناة، احنا البورسعيدية، كل الشباب العصري، كل الرجولة اللي هي يعني النادي المصري. حضرة السادة الافاضل ورحمة الغالي ورحمة ابوكو ورحمة اي حد عندكم، محدش يروح في حتة. اللي هقول انا بطبخ ما تطبخيش، والنبي اتفرج على البرنامج بتاعه، رايح الحمام ما تروحش، اتفرج على برنامج حق يابا ومش هسيبه، ده بعني يابا وانا كنت حبيبه. لحظات يا استاذ. ايه؟ اعلانات. يا نهار ازرق، ما عندناش اعلانات، ابقى نعمل ايه؟ طيب لحظات، معلش عندنا عطل فني وهنرجع لكم تاني في اولى فقرتنا. الحق مش عليك، الحق عليا انا. فاصل وانا عود، ورحمه ابوك ما حد يروح اي حته. يا رب لب عبيدك علينا يا رب يا رب. ورجعنا بعد الفاصل وفقره حق يابا ومش هسيبه، ومعانا المدعو كابتن حسين اللول من امبابه.
منورنا يا كابتن حسين. منورنا يا كابتن حسين. كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك. كل سنه وانت طيب عليك وسنه سعيده على الناس كلها. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك. حسين قول لي تقصاتك كده في رمضان، انت بتصوم ولا؟ انا بصوم. بتصوم بصوم. الصبح يعني طول النهار؟ لا لغايه المغرب. يعني بتصوم لغايه المغرب؟ لغايه المغرب والله ولا افطر على طول. والسحور؟ السحور بسحر وبعطيها اشرب ميه على طول وابقى صايم. بتشرب ميه وتبقى صايم على طول؟ ما بتنامش بعد السحور ولا بتنيك صاحي؟ لا بقى بنام. يعني تشرب الميه وكمان انت كده. طب كابتن حسين ايه مشكلتك بصراحه؟ وعلى فكره البرنامج بتاعنا برنامج محترم. اي حد ليه حاجه بنجيبها له. مشكلتك ايه يا كابتن حسين؟ مشكلتي عايز اكل حقي. حقك بس حقك بقى. انت ليك حق عند مين؟ عند ملك فاروق. ملك فاروق. الملك فاروق واخد منك ايه؟ قصر في السنكليه. واخد منك قصر فين؟ في السنكليه. في اسكندريه. في اسكندريه. طب انت ترى بالملك فاروق يعني؟ عشان ابن خالة امي. ابن خالة امك لازم على طول. طب احنا ايه؟ يمكن انت بتكذب علينا. لا في ورق في امبابه ساله مع كخة. ورق الحجه يعني بتاع البيت. حجه البيت. مين كخة ده؟ واحد صاحبي. بص يا حسين انت لو بتضحك علينا انت كده هتقع نفسك في مشكله كبيره قوي قوي قوي. بس اثبتك على حد والله. يعني تايز. الملك فاروق القصر ده بتاعك؟ القصر بتاعي وحجه البيت مع كخة. مع كخة. انا شايف فيك يعني ايه لمحه فنان. انا ما فكرت انت فنان. انا بحب ابقى متواضع وبحب الناس كلها وفي ناس تاني فاهمين مني اللي ليه حياته التاني منكح في الحياته اللي اجيبها. انت حاسس الناس بتغير منك ليه؟ عايز خاطر موهبتي ونزيه ومية مية وبحب ابقى متواضع وبحب الناس كلها ولا التحرات ولا لئيم ولا بقبل الحكايات والناس ليه غايه مني ليه وكل حاجه عاوزين نفهم. انا عندي تكلكل. قول يعني تكلكل. عندك ايه تكلكل؟ الطول يعني شخصيه الطول. تكلكل. كركر قصدك؟ تكلكل. معلش يا جماعه عشان حسين معلش انجليزي يعني. احنا في الفاصل يا جماعه طبعا كان كابتن حسين بيتكلم معاك. كابتن حسين لول. حسين فعلا فنان احمد شيبه سارق منك اغنيه لو لعبت يا زهر. باشا. طب احنا اعرف ازاي ان هو سرق منك ولا انت معاك ورقه يثبت بالكلام ده؟ ككيبه مسكله في سال عقاري، مسكل في الفن ومسكل في كمال الزعالي، كمال الزعالي المناحل الكبير. طب مين جمال الشاعري؟ الكبير يعني. جمال الشاعري. طب بقول لك حاجه هيبان دلوقتي لو انت سارق الاغنيه، انت طبعا حافظها الاغنيه. حافظها. انت كلماتك ديت؟ كلماتي. كلماتك. كلماتي. طب يا حسين يا ريت سمعنا حاجه. استنى يا حسين استنى. انا عامل حسابي برضه معايا. استنى. ماشي. اتفضل يا استاذ حسين اتفضل. يا لعبت سوا كبرت الاحوال ولعبت سوا كبرت الاحوال. بس يا استاذ كده الاغنيه دي بتاعتك. استاذ شيبه لو سمحت ترجع الاغنيه للاستاذ حسين اللول. مين تاني سارق منك اغنيه؟ محمود الليسي. يا نهار ازرق محمود الليسي. ايوه انا عارف. انا بقى عايز محمود الليسي ده عشان انت عارف انا ما بحبوش وانت عارف. سرق منك كم اغنيه؟ كتير. 100 اغنيه. 100 اغنيه الليسي. 100 اغنيه تقول لي الليسي يا حرامي. الليسي سرق اغنيه يا جماعه من الاستاذ حسين لول. لول 100 اغنيه بيتكلفوا 100 اغنيه والله يا محمود الليسي. طب عايز اسالك بوسي سرق برضه؟ الاغنيه بتاعت كان طالع في الكلابيه. كان طالع لابس جلابيه؟ في الكلابيه. الليسي كان طالع لابس جلابيه. بوسي كانت لابسه ايه؟ بوسي كانت لابسه شفتاه. ايه سفتان؟ سفتان. ايه سفتان ده؟ سفتان. سفتان بالعربي. سفتان. سفتان بالعربي. قصدك فستان. سفتان بالعربي. فستان. قول اي اغنيه مسروقه. مش 100 اغنيه هم؟ 100 اغنيه. طب ركز كده وقول لنا اغنيه حلوه كده اللي سارقها منك محمود الليسي. بلبلايه. البلبلايه. يا عيني يا ليلي يا بلبلايه. يا ليلي يا ليلي يا بلال بلبلايه. يا ليلي يا عيني يا قلبي. بس الاستاذ بوسي احنا من هنا بنقول لحضرتك لو الاغنيه طلعت انت هترفع عليك قضيه. انت كمان هترفع عليك قضيه. بوسي هنجيبها نرفع عليها قضيه. هترفع والله. بس اديني الاغنيه اللي سارقينها منك. فطمالي الاغنيه. البطرمان. اغنيه البطرمان. لا فطمالي. فطمالي. افطمها لك؟ مش انت مش هم اللي سارقينها منك؟ شغاله بس. طب افطمها لك؟ انت تعرف لي. اللي هي بتاعت افطمها لك. انا اقول لك ما انا مش عارف اسارق منك. الاغنيه بتاعت الافواحتي يا جماعه. المعد والنبي قول لنا الاغنيه اللي اتسرقت من حسين هي يا جماعه. اغنيه. اللي هي ما انا مش. ايوه المخرج فين يا استاذ؟ المخرج في الحمام. اسمه. طب المخرج اللي معاه المشكله يعني اللي عارف كل حاجه في الحمام دلوقتي نعمل ايه؟ الماس ممكن افتكر الاغنيه يا حسين. في عباسي. يا نهار ازرق. اما انت
ايه؟ يا ميانتي. من انتي؟ يا ميانتي وقلنا اسمها معلش يا اسمين مرايتي. يا ميانتي صحيت فاكهة لقيت مصفي مسفوس ايش عليا يا ليلي يا عيني. بس صحيح. كنت انت في السمعة كده وانت ماشي في المقفل في الطرة كده بتغني الأستاذ أحمد عدوية. اه الصح الصح مبو يسير الواد يا ابو الأرض والواد بيعيط. الله يدي الواد ابو يا عيني هو بيعيط. يا عيني واد بيعيط. الصح الأغنية دي بتاعتي. حلو اه قولها. الصح مبو الواد بيعيط ليه يا ليلي يا عيني. الأغنية دي صح أحمد عدوية سرقها منك؟ اه والله. انت بتحلب والله؟ اه. بص بقى كله يسرق الا عم مصر احمد عدوية خد عايزه. اه عايزه. اه صل على النبي. عشان وشك كده عشان ايه برضو المشاهده دي. بالنسبه للملك فاروق واللي انت قلته ده من عندنا هنجيب لك القصر. لكن الاستاذ احمد عدوية يسرق منك اغاني لا انت كذاب. كلها تسيق في الكافي اللي كان فاتحه. ايه ده ايه؟ تسيق في الكافي اللي كنت فاتحه. تسيق ايه؟ تسيق في الكافي. انت كنت شريك احمد عدوية؟ اه في الكافي كان فاتحه. انت لا تاكل عشان ده لسه بتقول حقك اشتريت دفعت كام على ايام كنت غني على ايام وانت كنت غني وافتقرت الناس التقال. صلى على النبي. اه كدب مش عايزين اسكيك اسككاب. اتكل على الله. ليه اتكل على اتكل على بطل كدب. لا اسككاب. اتكل على الله اسككاب. يلا اتكل على الله يا عم اسككاب والله اتكل على الله. ورجعنا لكم تاني وفاكر دكتورك عندك في البيت عندك اي سؤال اي حاجه تكلمنا على الرقم اللي ظهر على الشاشه عندك 3-0-0 دكتور ريتشارد كارب الاسد. جود مورنينج. جود مورنينج سير. دكتور اخصائي القلب واوعيه دمويه. يس يس يس. وري فيرمي اند بورب سكريت اند بورب افكس بريفز ريز مستر دكتور مجدي يعقوب عند قلب مصر ايجيبت very 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 good. تعرفه؟ yes it's a great doctor and he's studying in with you in Caltech University. we aren't cover up it's amp rips us a pick up your aunt brief at press. القلب ده تخص حضرتك ولا الاوعيه الدمويه احسن؟ it's two in english it's call easy. دكتور معانا متصلين هيتصلوا عشان يسالوا حضرتك على القلب وهقول الو معانا متصل. ايوه يا فندم امورينا. ما تعيطيش. ايه ده ايه ده ايه ده مالك يا فندم؟ مساء الخير. مساء النور. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا فندم. حضرتك العروسه النهارده لقيت دخلتي وجوزي. ما تعيطيش. ماشي انا سامع. ايوه دخلتك النهارده ماله جوزي؟ حضرتك جوزي فجاه فوجئت ان هو ما بقالوش نص ساعه معايا فوجئت ان هو جاله اسهال. اه وفجاه قلبه وقف. طب ممكن تخليكي معانا؟ دكتور دي عروسه لسه دخلتها ما فيش لسه العريس داخل دلوقتي. ومره واحده قلبه وقف حضرتك وجاله اسهال. وير يو ات فيرست برابس هيز كان بروك اند هيد ان ويز بوش اند بريس بريس بريس. العروسه انت هتدي له بريس 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 في ظهره. يس ما فيش بريس اند بريس ان هارت. ايدك انت في بقه خليه يستفرغ. اند شي كان بروك هيت هيت يا عروسة انت هتجيبي اوكي هتضربيه على ظهره من ورا خمس ضربات. انت ذاتس لاست. لا الدكتور بيقول لك احسن انت هتشيليه حضرتك كله وتحطيه في البانيو كله ان شاء الله ويا ريت خمس دقايق وتكلمينا تاني وتطمنينا على حضرتك. كل سنه والف الف مبروك يا عروسة. الله يبارك في حضرتك يا رب جيب نتيجه بس. يلا لا ان شاء الله هتحطيه دلوقتي. يعني بصي حضرتك اول حاجه هتحطي صباعك حضرتك تخليه يستفرغ عشان ينزل. معلش 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 الميكروبات لو حاجه وهتضربيه على 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 ورا كده عند القصبة صح يا دكتور؟ ممكن الدكتور بيقول لك لو معاكي شومه يستحسن. شومه؟ يس شومه حضرتك شومه السمك شومه زميل. الدكتور بيقول لك لو شومه لو مش معاكي شومه مش مشكله مفك حضرتك. ممكن شاكوش شاكوش عروسه جيبي شاكوش. بص حضرتك بيقول لك لو القلب ما اشتغلش انت هتديله ضربتين هنا على عند الجمجمه هنا يا دكتور. انهيد انهيد بيقول لك لازم الضربه تبقى جامده جدا. انت ما تضربيه هنا كل الاوعيه الدمويه صح يا دكتور هتشتغل وان شاء الله مبارك لك ان شاء الله تكون دخله موفقه ان شاء الله. جود باي حضرتك دكتور ابكاس اتماس وتريس انت بس. انا بشكرك جدا جدا على اللقاء ده جدا. شكرا. يو ويلكم سي. اي بس ابرسكريس اللي سيكريت ابتيت منور كايرو اتبس انت بريتو يو تيرن انت ويكيت سيت اوكي اوكي يا جماعه. وانا طبعا بشكر الدكتور يا جماعه. اتفضل حضرتك انت. اتفضل حضرتك. اتفضل يا دكتور. اتفضل.